معنا على الهاتف الأستاذ جمال عارف، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد. مساء الخير أبو عبد العزيز. هلا أخوي تركي، مساء الخير. هلا وسهلا. الله يسلمك ومسي عليك وعلى الأخ محمد والأخ علي من جدة. هلا وسهلا فيك. حقيقة سعيد بالتواجد معكم. احنا نتشرف فيك أبو عبد العزيز. الله يسلمك يا حبيبي. تفضل ابو عبد العزيز، سمعت حديث الاستاذ سلطان من امنيتي عندهم طفل مريض. نعم. يتمنى. نعم. زياره الاتحاد في جده، هو في الرياض. نعم بالعكس، احنا سعيدين جدا جدا وحنتكفل بكل مصاريفه، واحنا حنتواصل مع الاستاذ تركي عشان نعرف نحدد له اليوم اللي يبغاه واليوم المناسب له، وبالعكس حيكون تواجده حتى مع اللاعبين. الله يجزاكم خير. التدريب بالعكس حيكون لنا يعني الشرف ان احنا نساهم في هذا العمل الحقيقي الانساني، وبالذات احنا نتشرف في اي وقت ونحدد الوقت المناسب طبعا له هو شخصيا، اما بالنسبه لنا احنا في اي وقت الوقت المناسب له نتكفل بالتذاكر، وحيكون تواصلنا مع الاخوان في الكنترول اعتقد في باذن الله. اي نعم بالتاكيد، هذا شيء حقيقه يسعدنا ويشرفنا، وانا حكون ان شاء الله متواصل مع الاخوان وترتيب الزياره بالشكل اللي يتناسب مع المريض اللي موجود في الرياض، ونتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. شكرا يا استاذ جمال، شكرا شكرا, شكرا مو غريب شكرا. ابدا مو غريب. شكرا لا بالعكس، هذا اقل واجب يا استاذ تركي، وشكرا لمساهمتكم ودعمكم الدائم لهذه يعني الاخوان المرضى والحالات الخاصه بالذات يعني. شكرا استاذ، شكرا استاذ جمال. استاذ جمال عارف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، شكرا جزيلا، تكفل بكل شيء ومو غريب والله العظيم. في الوسط الرياضي كل ما كلمنا احد اخرهم محمد الدعيع، قلنا التذاكر، قال 6 تذاكر ومنصه للطفلين اللي يبغون يحضرون. شكرا لابو عبد العزيز على هالتفاعل، وشكرا لنادي الاتحاد. الشباب حيوصلوك بالاخوان في امنيتي وتكملوا الـ الامنيه لهذا المجال.